يعني معقول يا ناس الأجانب الغير عرب والغير مسلمين عندهم غيرة وعندهم حمية على فلسطين وأهل فلسطين أكثر من العرب ومن المسلمين؟ هذول الناس اللي أنتم شايفينهم الآن صار لهم ثلاثة أيام عايشين بخيم على شارع. شوفوا الشارع اللي احنا عليه، هذا الشارع رئيسي. شوف الخيمة وين، الخيمة على طرف الشارع، يعني لو أي سيارة كانت جاية بسرعة راح تدخل بالخيمة وتقتل اللي فيها. وعلى الرغم من المطر وعلى الرغم من البرد وعلى الرغم من الأجواء التعبانة، لكن هذول الناس قرروا ييجوا إنهم يعتصموا من أول مبارح أمام بيت وزير الخارجية الأمريكي اللي إحنا الآن شايفينه قدامنا وراء العلم هذا بالضبط. تصوروا، وإحنا شعوبنا قاعدة بالبيت، إحنا شعوبنا في البيت خايفين ينزلوا، خوف إنه الواحد يأكل له عصاية ولا ينضرب ولا يعتقل ولا يأكل له حتى رصاصة. معقول يا ناس؟ معقول؟ غير العرب غير المسلمين عندهم حمية على فلسطين وأهلها أكثر من العرب ومن المسلمين؟ معقولة؟ صراحة شيء يدعو للخزي ويدعو للعار موقف الشعوب العربية المتخاذل، في حين إنه إحنا شايفين غير العرب وغير المسلمين بالشارع نايمين علشان قضية لا لهم علاقة فيها، لا في دينهم ولا في عرقهم ولا في تاريخهم. اصحوا يا ناس، اصحوا اصحوا، الدور جاي على الكل. اهل فلسطين مو بس بدافعوا عن فلسطين، بدافعوا عنكم انتم يا عرب. اصحوا من النوم اللي انتم فيه.